مساء الخير مشاهدينا، ومرحبا بكم في برنامج عشية صيف. هذا البرنامج حبينا نخصوه باش نتكلموا على أيقونة من أيقونات التمثيل الجزائري. للأسف بالأمس رحلت الفنانة القديرة نورية قصدرلي إلى متواها الأخير رحمها الله. عطاء فني في المسرح والسينما والدراما التلفزيونية والإذاعة، لم تدخل المدرسة ولكنها أصبحت مدرسة. نورية قصدرلي أو خديجة بن عايدة منحت الجزائر إرثا فنيا غنيا بأعمالها القيمة، والجزائر منحتها جمهورا سيبقى يتذكرها مدى الحياة. وللحديث عن هاد الأيقونة وهاد الفنانة القديرة المرحومة نورية قصدرلي يحضر معنا الفنان حسن لشعة رابح. أهلا وسهلا بك. وتحضر معنا الممثلة القديرة نوال زعتر. أهلا وسهلا بك. أهلا سلوى، أهلا بك. أنت متأطرة وقلت تعزينا وتعزي كل تعزي للجزائريين أيضا وللفن، كل الجزائريين وكل نعم. محبيها وكل اللي كولاك توحى احنا لشعلي اللي اثر فيا، هو اللي اثر فيا لانه تاثر كثير صح من وفاه نوريه. نبداو بك فنانة القدير لشعلي رابح. قلنا كيفاش كانت بدايات هذه الفنانه القديره المرحومه نوريه قصدرلي؟ على كل حال نبداو ندعو لها بالرحمة. نعم. الله يرحمها ويوسع عليها. الله يرحمها ويوسع عليها. نورية كانت فريمون فنانة. كيقولوا الإنسان فنان، واش معناتها الفنان؟ الفنان ماشي غير هو اللي يدير الفن. أي إنسان يكون فنان في المهنة نتاعو. ولكن هي فنانة بغير ما تكون فنانة. دون ايديوكاسيون اكزومبلير، التربيه تاعها واش نقول لك. انا عرفتها في 1964 كي دخلت للمسرح، كان غير كيما حل 63، ومن بعد ست شهور ومن بعد دخلت للمسرح. عرفت راجلها وعرفت كاع الممثلين الله يرحمهم كامل راحوا، مازالوا ناس زوج حيين واش نطلبوا لهم ان شاء الله يكونوا صحاح، هو الطاهر العميري اللي راهو في 94 والحاج اسماعيل ثاني او في قسنطينه ثاني كاين سان مسكين مريض اللي جو كوا 93 ا بوبخي ثاني، لي دو كوميديان تاع المسرح الوطني اللي مازالهم يعني في قد الحياه. نوريه كانت نجمو نقولوا كانت ام نتاع الممثلين والممثلات في المسرح. صح، كي نقول الام ماشي غير الممثل والممثلات، الماشينيست، للديكوراتور، يعني كل انسان. كانت انسانه طيبه جامي او غران جامي سمعنا كلمه ماشي مليحه من فمها، هي ولا راجلها سي مصطفى الله يرحمه. يعني وكان يعني ان كوبل، سيتي ان كوبل موديل، فريمون ان كوبل موديل. الله يرحمها الله يوسع عليها. نجمو نقولوا سي اون ايكول، مدرسة فريمون يعني مدرسة. هي ما دخلتش للمدرسة؟ ما خرجتش، لكن أصبحت مدرسة لكل الفنانين الجزائريين. نعم. كانت بدات الفن هي وقيلا لافي 13 ان 14 سو كيفي عندها 100 سنة. بون هي نقولوا 99 بصح عندها 100 سنة، ماهيش بعيدة على 100 سنة. عندها 77 8 87 سنة مهنة. الله يبارك. وتعلمت هي سيدي في المدرسة نتاع التعشف، يعني كيفاش تعلمت على الممثلين كيفاش يمشوا كيفاش يقعدوا كيفاش يهضروا. التمثيل تاع حاجه صدفه، يقول لك الف رب صدفه خير من الف ميعاد. والصدفه هذه جات مع الموهبه. نعم. هي كانت خياطه اول شيء. نعم. هي انسانه ذكيه وتلاحظ وعندها لو كودوي. لا ذكيه وعندها واحد الميموار الميموار تيليفون. انا جيت معها عندها 7 سنين على في 93 ونجي تقول لي اسكت ماشي هكذايا. مي فريمون سي فري لا اون ميموار، تيليفون يعني ميم غير كيما باش نقول لك. وانا الحاجه اللي اثرت فيا يعني هي اكثر
كنت حبيت نروح نشوفها، ولكن مع هذا المرض هذا الكورونا صح هي كبيره ونجم نقول ثاني كبير وكذا، ولكن يعني خفت على النهار اللي توفات على 8 تاع العشيه زقيت لبنتها باش نزقي لها باسكو ما ترفدش هي الزقه الفوزيه دو تروا فوا ما وجبت. زقيت لبنت سالم، زقيت بن سالم قلت له كيفاش راك لاخويا، سقسيت عليه قلت له الله يزجيك كيفاش راهي نوريه، قال لي نوريه شويه تعبانه وماهيش تاكل ولا جو راكوش نزقي الرابيه، رابيه سقسي عليه كيفاش ما تزيد باش بو كونفيرمي سو الاخر، قال لي شويه تعبانه. ساعه من بعد توفت الله يرحمها. صح، وفقدت ايضا الساحه الفنيه الجزائريه الممثل القدير الراحل بشير بن محمد. تعازينا الخالصه لكل الفنانين الجزائريين، كل الجزائريين. يلي خلينا نشوفوا لقطات من الفنانه القديره او اعمال الفنانه القديره نوريا قصدرلي والفنان القدير المرحوم ايضا بشير بن محمد. يلا تفضلوا مشاهدينا. بدل اللون زين يا سيدي المدير احمر. اسيدي المدير هذا احمر اصبغهم حمر قلنا حمر اي كل ورا اصبغهم حمر صح هكذا نعم حمر اي والبيبان وش اللون هذا وش شي اللون هذا وش شي 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 اسمع نعم بدلهم ثاني زينه صفر كيف حمر صفر قلنا ايه صفر يجيو مع الحمر غاي خلاص هكذا معليش هذا هذا كل ورا هذا وش كيف شوف شوف هذاك جيب لك شي المدير جير فليكس كذا نحيوه ونعاودو اداره محترمه كيما هذه يدير لها جير فليكس جير فليكس واش نديرو من غدوة نسحق لها موكيت نديرو موكيت موكيت جي ماشي سجل موكيت جي ماشي المدير خضراء خضراء موكيت خضراء خضراء هكذا نعم شوف 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 واش غارسين هنا اي قول لي واش غارس واش هي داليا داليا غدوة نسحقها نوار كاملة نوار من طرف للطرف هما نجني انا سيدي المدير تاليا صدوني راح نبيع العنبل لا لا سيدي المدير لا نوار معليش والمكتب نتاعي نعاودوه هذاك المكتب هذاك لا لا عندك الحق مكتب لا لا عندك الحق يشبه لكلش غير المكتب ما يشبهلوش لا لا عندك كل قفص وقلت عليه المدير السابق قلت عليه هيا سجل من غدوة نعم فو بلافون فو بلافون زي ما هشي المدير فو بلافون ديرو 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 بيض يلا بيض اكتب لي الضوء الضوء انا عمي اكتب الضوء ونديرو موكيت ثاني في البيرو
موكا زي ما هذا موكا زي ما موكا تاع البيرو حمراء حمراء هكذا حمراء والله يقول عليه المدير ساكت حمراء هكذا مليح اسمع والطاقة نعم عمرك تشرف طاقة من اللورا حبيتوا تمرضوني يضربني الكورون دار انا سيدي المدير كان من قدام هو اللي رجعها من اللورا رجعها من اللورا مالا نسحقها من القدام معليش الطاقة من القدام من غدوة معليش خلاص سجلت كلش معليش يلا تربح هذا مدير تاع الصح سيد المدير نعم نقدروا نتكلموا شويه على مشاكل العمال مشاكل نعم اسمع وين كنت واش كنت تسمع من قبل وهذا بكل مش مشاكل لا على كل حال سيد المدير المشاكل تاع العمال عديده اسمع كيفاش اسمك بعد رشيد ايوه كانت هذه لقطات من أعمال الفنانة القديرة المرحومة نورياب قصدرلي والفنان القدير المرحوم بشير بن محمد هذا الاسم اللي عرفناه في أعصاب وأوتار عرفناه في أدوار كثيرة الأب التقليدي الجار العصبي والمناصر المرح رحمه الله معنا أيضا ربما عندها قالت لنا الفنانة نوال زعتر في الكواليس باللي انطباعاتها على الفنان الممثل المرحوم قدير عمي البشير نزقرو عمي البشير انا ما احتكيتش بزاف بنوريا ولكن نعرفها يعني انسانه بأتم معنى الكلمه انسانه ام عمرها ما تسمع منها ولو كلمه ديبلاسي هاك ولا هاك نفس الشيء العمي البشير نفس الشيء سبحان الله ماتوا ما بقاش كمان جو بيناتهم تم شويه صح ونفس الشيء حتى عمي البشير انسان بشوش ما يقلقش في البلاطو التورناج اللي يهضر معاه نعم 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 انا غير نعم نعم وانسان كشتيه ممثل من الدرجه الاولى وفكاهي ومرح انا نحبه بزاف انا متاسف الحاجه برك اللي نوريه ما خدمتش معاها ولو يعني ما خدمتيش معاها بصح كي اليوم في اليوم راكي في اليوم التكريم تاعها راح تتكلمي عليها حتى تتمدي اكيد نوريه حاجه يعني نشهد لها ونخليها ان شاء الله وسام على جبيني هي كانوا سقساوها في واحد الانترفيو قالت لهم قالوا لها شكون الممثلين تحبيهم قالت لهم نحب دليلة حليلو في المسرح ونوال زعتر في التلفزيون هذه تبقى لي كل ما نتكلم معاها نتفكر الكلام تاعها يعني وشهادة من طرف واحدة كيما نوريا أكيد ما صح. إنسانة وش نقول لك إنسانة تحب الناس كامل ومتواضعة قامت الفن الجزائري ومتواضعة وشتي كيف تأدي أدوارها في منتهى الروعة أكيد. يعني أنا بروفيز أنا بروفيز ونقدر نقول بأنها سيدة المسرح الجزائري دون منازع هي وكلثوم كمان كاين هي اول ثاني ونفس الشيء كي كلثوم كي نوريا انا جو غارد تري بون سوفونير من هاد دو غران دام يعني دافعوا عليا هي ثاني امراه طلعت خشبه المسرح بعد كلثوم سيده كلثوم بعد سيده الكلثوم كاين ممثلات ملاح ولكن كاين اللي ياثروا فيك من كثر ما هما مربيين ويعرفوا كيف يتكلموا مع الناس وتشهدي لهم شهاده يعني اللي كانوا ما كانوش يأذوا الناس ما كانوش كانوا يحبوا المهنه تاعهم ونجحوا يعني انا السيده نوريا صراحه انا كي نشوف ان سيجاريت بور مون فيس علي جو لوي تير شابو في الاداء تاعها سورتو بون هي وين فريمون في لي كونسييرج Le personnage n'était pas aussi important, mais l'Abdiala l'a marqué vraiment. Quand il faut voir, quand une scène a été où il n'a même pas, Allah yarhamhom kamel, Allah yarhamhom kamel, où il n'a même pas, il dit qu'il a fait Aïcha, qu'est-ce que je fais, je vais aller au Djadj, au Fakhdel Kbir, à Dieu le clic. On va dire qu'il a fait Daoulik, ou il a fait Daoulik. ويقول لها من بعد هو يقول لها ايا خرجوا روحوا عليا وعمي مر يقول لها هي البيعه وفي المومون تاع البيعه هذيك سي مصطفى الله يرحمه كان يجوا كاع لاسين باسكو كنت انا نعاونهم من اللور نسقي لهم هو غير يقول البيعه ويقول يا البيعه هو اللي عطى لها اسم نوريا نعم نعم هو اللي عطى لها اسم نوريا
ما فهمتك. راجل زوجها راجلها مصطفى هو اللي سماها نوريا. ايوا اسمها نوريا. نعم هو اسمها نوريا. كانت يعني في هذيك ولا ميزون برناردا كانت خايفه من الدور هذاك باسكو رئيسي جامي لعبت. مي على المحب كان الله يرحمه الله يوسع عليه سيتي ان كرون مسيو ان طونك كوميديان ولا رياليزاتور ولا التربيه تاعو قال لها تلعبي الرول وتنجحي فيه وتنجحي فيه. اي افكتيفمون لعباتو افيك توت لي لا بلياد دو كوميديان كامل غير النساء. فريده فاتح الله يرحمها فطومه اكسيتيرا ناديه الطالبي كلهم حتى كلتوم كانت معاهم. حتى كلتوم لعبت هي لو سكون رول. سكون رول يا باش الاخر وكانت خايفه ولعبت و اللي تي فريمون اللي تي سونساسيونيل اللي تي فورميدابل كامل لي كوميديان اللي لعبوا معها كامل. واش رايكم ممثلنا لشعاع رابح وممثلتنا نوال زعتر ومشاهدينا الكرام نروحوا نشوفوا هذا البورتلي للراحله نوريا قصدرلي امضاء زميله كنزه حاج حمد اللي تركيب مصطفى محفوظ. يلا تفضلوا مشاهدينا. بدأت رحلتها مع الفن بالصدفة، لم تعرف حينها أن البساط الأحمر سيفرش لها لتلقي فوقه موهبتها الفذة فتعيش ربيع العمر وخريفه مع الفن لما يفوق 60 سنة. أيقونة المسرح والسينما الجزائريين خديجة بن عايدة ابنة مدينة تيارت اقتحمت عالم المسرح سنة 1945 بعد أن كانت مجرد متفرجة على قطعة مسرحية لتجد نفسها بطلتها بعد غياب الممثلة الحقيقية لتعوضها نورية بأول دور لها كمتسولة. هذه السيدة الكبيرة والقديرة والمحترمة والملتزمة والفنانة العملاقة واللي تعاملت مع مؤسسي والحركة المسرحية بالجزائر بدءا من محي الدين بشطرزي وعبد الحليم الرئيس اللي كان مسرح في المسرحية دفعها لأمام الجمهور ونوريا انفجرت وانطلقت وكذا وصفق لها الجمهور بإعجاب إلى آخره. وصلت الراحلة مسيرتها الفنية لتكتب لها أقدارها النجاح في جميع أعمالها الخالدة فيطلق عليها اسم نورية لأول مرة من طرف مصطفى بديع وبعلام رايس رحمهما الله. نوريا كذلك كانت مناضلة يعني شاركت يعني في جمع يعني التبرعات والأموال والاشتراكات المسبلين والفدائيين منهم بالطوبان منهم كذلك حتى جميلة بوحيرات يعني لما كانت رايحة توضع قنبلة يعني كانت محاصرة من طرف الجيش الفرنسي ونقدر نقولوا خدمت أفلام طويلة سينمائية وخدمت تقريبا أكثر من 170 يعني فيلم تلفزيوني اللي كنا نحطوا يعني تبحثوا على مستوى الأرشيفات يعني عندكم ما تخرجوا يعني مع مصطفى بديع مع مصطفى تزراوي مع مصطفى بديع الى اخره كل يعني مصطفى هذه انت خدمت معهم. لسيدة الفن الجزائري أعمال كثيرة وضخمة متراوحة بين رابع الفنون وسابعها نحصي منها أكثر من 200 مسرحية و160 فيلما تلفزيونيا وأربعة أفلام روائية سطع من خلالها نجمها لتظهر بريقها في جميع الأعمال عايشت خلالها عصرها الذهبي في السبعينات رغم بداياتها التي كانت قبيل إلى الاستقلال. أهم أعمالها خذ معطاك الله الليل يخاف من الشمس أبناء القصبة وأعمال أخرى لا زالت راسخة. لعب
لعبت في كل الأدوار، الشابة والعجوزة، السحارة والقزانة، المربية إلى آخره، الدراما، الكوميديان، لعبت كل أنواع وكل مواضيع. يعني بهذه المناسبة يعني نترحموا عليها ونتمنوا لها يعني الرحمة والمغفرة، وربي سبحانه عز وجل يسكنها في جنة نعيم. الله يرحمك يا نوريا. لقد كان الرحيل الكبير والخسارة الأكبر للفن الجزائري، لعميدة أركح المسرح ونجمة شاشات السينما الجزائرية، في مساء أحد أسود في 9 من شهر أوت 2020 غادرتنا نوريا قزدرلي، لكنها كتبت بأحرف من لؤلؤ وألماس مسيرة فنية سجلها التاريخ وكتب معالمها لتكون أيقونة الفن الجزائري بامتياز. يعطيك الصحة زميلتنا كنزة حامدرلي. هاد البورتري كان يشمل مسار الفني للراحلة الفنانة القديرة نوريا قزدرلي. واش عندك ملاحظة؟ لحظة برك نقول يعني يلا. في الاسم نتاع نوريا سي مصطفى بدعوا لي سماها. نعم. باللي بدلت للأسم تاعها ونخدتها قرحت بنوريا قزدرلي. نعم. كانت خديجة بن عايدة. خديجة نعم. هاد الفنانة القديرة كما شفتوا هاد البورتري والشعور كنت كي نشوفوا هادو سورتو لي زونسيان تاع بادية، شو الشيء اللي يخطر في بالك؟ التمثيل، اللبسة، لي ديكور، بريز دو فيو، يعني ما نصيبوش لي ديفو. هذاك الوقت كانت يعني نجمو نقولوا ما كانش الامكان اللي موجودين اليوم، ونشوفوا هذاك الامكانيات يعني 60 سنه وكثر وين نشوفوا هذوك الحوايج هذوك سي كوش اكستراوردينير. انا حبيت نحكي حاجه صرات لنوريا. انا كنت في بدايه مشواري وكان سي مصطفى قزدرلي قاعد ويحكي، نتذكرها كي اليوم الله يرحمه هو تاني. قال لك باللي ونوريا عندها طريقه تتكلم كيما انا شويه بنرفزه، يعني ماهيش كالم، تهضر بنرفزه شويه. الوغ مانيش عارفه واش تكلمت مع مصطفى قزدرلي اللي هو زوجها. نطقت بنت بنته قالت له بابي طلقها. قال لها يا بنتي كيفاه نطلقها؟ قالت له طلقها، شو كيفاه هضرت معك طلقها. قال لها بصح كيفاه نقول للقاضي؟ يقول لي كيفاه بعد 60 ولا 50 سنه دوك بان لك ما يحابش القاضي بان طلقها. صح. يعني كانوا ان كوبل تري تري زورو، ان كوبل اكسيبسيونيل، كانوا يكملوا بعضهم. ربما هذا هو سر نجاحها في التمثيل. يعني نجوغ ما كانت زوجته وما كانت زوجها، يعني كانوا زميلة، كانت زوجة كانوا زملاء، يعني كانوا زملاء اللي كنت تشوفهم كيفاش كانوا نو اكيد. وحنا ملاحظين هذا الشيء من خلال معاملتهم. انا نتذكر كي كنت نروح للمسرح في بدايه مشواري كنت نتلاقى بمصطفى قزدرلي ونوريا. نعم تفضلي. كانوا يعني انا كنت نحسوا باللي متفاهمين، نحسوا باللي الحمد لله كاين كومبليسيتي بيناتهم، سواء في البيت ولا في العمل. صح. المرحومة جمعت بين التمثيل التراجيدي والكوميديا في سكتشات. هل من طبيعي الانتقال من تمثيل إلى آخر وتكون الجدارة هذيك وتكون يكون هذاك الإتقان في الأدوار؟ نوريا من الممثلات اللي عندهم شخصية وقادرين يتقمصوا كل الشخصيات. تتصوري يعني كانت مجرد ست بيت حتى أصبحت سيدة. صح. المسرح اللي مع زوجها. دونك ما تقدريش إنسان يكون متمكن ويكون ذكي يتقمص كل الشخصيات، وهي كانت قادرة على هذا الشيء. كانت قادرة. وكان وراها تاني أساتذة كما على المحيب، كما مصطفى كاتب، كما الحاج عمر كانوا كمان علولة الله يرحمه، علولة عبد القادر، كان عبد القادر سافري سي تاني محمد بن قطاف تاني.
كلهم يعني ما بنقطع جاهم بعد جاهم بعد انا روحنا للمونسيجن تاعهم كيما عبد القادر سفيري كان كيكوز ان كوميدي اكسيبسيونيل باش الله يرحمه واسمو سيد علي مقلاتي اللي كان كان يقدم معاها بزاف كانوا كانت السكتش اللي تحبوا في السكتش اللي تاع الفنانه المرحومه القديره لي كونسييرج واش يعجبك فيها كانت كونسييرج كانت تطلق روحها يعني ما تلعبش سيغ لو رول باسكو كاين دي كوميديان كي جو يعني يلعبوا سون كارير كي يلعب يولي فو هي يعني كانت ما تلعبش كانت تعيش هذاك الدور تاعها والممثل تاع الصح اللي يعيش الدور تاعو خاطر كان كان نقول لك كان لي كوميديان اللي يهضر من هنايا على وقت فو ان كوميديان يهضر من كرشو صح خاطر كي تهضر من كرشو سي إلي ناتشورال صح إلا بدا يهضر من الصوت تاعو يدوفيان كوميديان فو كوميديان فو كوميديان فو كوميديان يعني كي نهضرو يدوفيان فو وهي كانت ما تمثلش سي ان بو نقول لك حاجه سي لاكتور ستوديو يعني اللي كي هي ما عرفتش انكور في هذاك الوقت لاكتور ستوديو شنو هذاك الوقت ما عرفتش من بعد بون بيان سور عرفت كاسكو سي لاكتور ستوديو اكسيتيرا باسكو الاخر سي ان بو لو جو نتاعها سي لاكتور ستوديو ماشي غير هي كامل الممثلين تاع ذاك الوقت سي فريمون لاكتور ستوديو كامل ما يلعبوش نعطيك مثل إذا كانت تشرب مام الكاس ما فيهش الماء نحسو كي تشرب نحسو بلي شربت وحبط الماء ان اكزومبل هذه موهبه اسمها بيان سور موهبه اكيد وزاد على هذا الشيء اسمح لي شعان رابح نتكلم يعني انا متاسفه يعني نظن مني ما مانيش ما عنديش حظ اني عشت في الفتره تاع الكبار اللي كانوا في هذاك الوقت كما قلت كانوا اساتذه كبار يعني باش نقول لك يعني اون توت سانسيريتي ما نظنش يرجعوا ممثلين وممثلات كيما ذاك الوقت امبوسيبل سي جو لو دي امبوسيبل يعني باسكو تشوف فيهم هذوك لي كوميديان انا كنت والله تسمحي لي كنت انايا ما عنديش خدمه كنت بون ما كانوش يعطوني دوار ولا نجي كاين المسرحيات اللي نشوفها 10 خطرات 15 خطره واش تلعب نشوفها نشوف الممثلين كيفاش يلعبوا كامل ما كاش ممثل ماشي مليح هذا خير من هذا ما كاش ما كاش يعني كاع الممثلين ميم بتي باساج دو ريان دو تو نقدر بو جمال برك يلعب لو بيرسوناج في لي كونسيرج باساج دو ريان دو تو الى ماركي ما كاش دار له طابع وكل كوميديان كان الاخر يدير طابع للدور ديالو هل احتكاك الفنانه القديره المرحومه نوريا قصدرلي بعمالقه الفنانين والممثلين الجزائريين هو سر نجاحها وتفوقها ويزيد في يزيد في العطاء تاعها صافي نورمال اسمعي الممثله كيما هذيك يعني اي ممثل نجيبوا اي ممثل يلعب مع ممثلين كبار يزيد من نجاح ويزيد من ربما الخبره تاعو كي تلعبي مع كوميديان اللي كان هو خدش حاجه الكوميديان يلزمك الانسان يحس الكوميديان يعني كي يكون بيناتهم الا كذوك انت تهضري وانا ما نحسكش ما يجيبش يجوز لازم كان نقول لك هادي باغ اكزومبل نقول لك هي ما كانت تقطعك تقول له شوف لي هضر معايا راني معاك سيدي توا سوا افيك موا كون معايا ديريكت تحس بالممثل ولا الممثله اللي ماهيش راهي معاها ولا ماهيش معاها ولا غايصه وهذا هو لا فورس دي فري كوميديان بصح رابح كاينه حاجه اخرى نقطه لازم نسولونيها كما قال يلا تفضلي والعكس صحيح يلا يقدر الممثل يكون جديد وما يعرفش يمد سورتو لكن عنده دور مهم يقدر يطيح الجماعه ما يكون ما يبدعوش اكيد اذا كان كوميديان افيك ان كوميديان خلينا كوميديا افيك كوميديان مي انا نتكلم كي يكون باسكو توزيع عنده دور مهم جدا في نجاح عام اي عمل ما عنده دور توزيع
اذا كانوا يعني الناس يعني ما همش في المستوى يقدروا يطيحوا لو ريتم تاع المسرحيه او الفيلم. بون نتكلموا على نوريا. نوريا سي كان نعاودوا مسرح المسرح راه كيف فاصل لو بوبليك. لا لا المسرح ما كانوش التلفزيون سيجيبوا دي فوا عندها ناس ما عندهم حتى علاقه بالفن يطيحوا يكاسيو لو ريتم ساكاس. ونحن في هذه الأمسية سنتذكر الفنانة القديرة المرحومة نورية قصدرلي وسنتذكر أيضا لأنها مدت الكثير الأرشيف في التلفزيون الجزائري سنتذكر واحدة من أعمالها. نشوفوا مع رضوان وش شهادات. نعم يلا نشوفوا واحدة من شهادات للفنانة القديرة المرحومة نورية قصدرلي. نرحم على السيدة العميدة المسرح الوطني السيدة نورية. سيدة نورية أعطت الكثير للمسرح، للسينما، للتلفزيون، للإذاعة، رصيد كبير. سيدة نورية كل أعمال تاعها ناجحة، سواء في المسرح ولا في السينما ولا في الإذاعة ولا في التلفزيون. إلى يمنى هذا المشاهد الكريم عندما يشوف أعمال سيدة نورية يقعد يشوف لأن أعمال مليحة. وصلت الرسالة في الفن الجزائري. أنا باسمي وباسم هذا كل فنانين باسم الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة نرحم على هذه الفنانة. نتمنى لها ربي إن شاء الله يجعلها من أهل الجنة لأن هذه الفنانة محبوبة كثير. وأنا آخر عمل خدمته معايا في المسلسل سامحني راهو جاز في هذا رمضان شاركت فيه وبعد غيابها على الساحة الفنية أكثر من 30 سنة بعد موت زوجها مصطفى قصدرلي اعتزلت الفن. سيدة نورية سيدة عظيمة هي أعطت الكثير والكثير للمسرح والسينما والتلفزيون. افتقدنا شيء عظيم للجزائر لأنها كانت عميدة الفنانين عاشت تصوري 99 سنة. يعني السيدة كانت تمثل شخصية المرأة الجزائرية والعاصمية في نفس الوقت. المرأة اللي كانت مرأة الماكيثة في البيت، المرأة اللي يعني تحوس تحسن ظروف في البيت يعني الأسرة الجزائرية. فهذه الشخصية أنا كفنان اليوم كنت طفل صغير كبرت بها يعني عدة شخصيات يعني خاصة مسرحية رويش اللي كان في كل مسرحية يوزعها يعني الشخصية تحت واكبتها حتى يعني كبرت ولا في سنة يعني من سنة. فعلا إنها لحظة أليمة ألمت بالثقافة وبالفن الجزائري لفقداننا هذه الرائعة هذه الجميلة أيقونة المسرح والسينما الجزائريين. نوريا قصدرلي هي فنانة بامتياز عرفناها وعرف الذين من قبلنا وعرفها من بعدنا بأعمالها سواء في السينما أو في المسرح أو في التلفزيون. اليوم الساحة الفنية كما قلت تفقد هذه الرائعة هذه الأيقونة وكما تعلمون أنها هي ابنة المسرح الوطني الجزائري ومرت على هذه الخشبة رفقة عمالقة الفن الجزائري وواكبتهم ابتداء من سنة 1945 مع كلثوم محي الدين بشتارزي مصطفى كاتب مع سيد أقومي أطال الله في عمره وكثيرا من الفنانين والفنانات. اليوم فعلا كانت هذه شهادات شفنا مع شهادة للمخرج سيد علي بن سالم ومدير المسرح يحياوي سيد يحياوي محمد. هي شهادات نوال زعتر هي من المفروض تزيد إضافات للمرحومة. نعم أكيد ويعني كل ما يقولوه عليها يعني صحيح. ما هوش كتير أكيد. لأن إنسانة قنوعة بسيطة تحب الناس تحترم الناس صح. تحترم نفسها و 99 سنة تعيشهم بلا ما تقول حاجة ديبلاسي صعب وكانت تسمح من حقها يعني إنسانة قمة كما هذيك من المفروض يعني تكون عندها مدخل يعني محترم تكون في وضعية أحسن ياك لشعاع ياك وي بو موا انا ماركي 54 سنة بدي نعرفها لاي باك يعني واحد كي 54 سنة هي أم راهي تنجبي تقولي اللي حبيتي تنجبي تقوليها
هي مثلت في زمن الجميل مع مع عمالقه، مع رويشد القسنطيني. كيفاش كانت علاقتها مع الممثلين؟ سوبر. باش نقول لك يعني نهضر على الممثلين تاع ذاك الوقت، ما كانوش كانوا عايشين شغل فاميليا يعني عائله واحده، ما كانوش يعني ما كانش هذيك الغيره، ما كانش الحسد، ما كان والو. كل هذا يهضر مع هذا كيجي الاخر يقول له با يتقلق، ما تقلقش هكذا ولا هيك. وهي كانت الاخر واحد يتقلق تجي تحكمه، وهي عندها واحد الاخر هي سكت شغل هكذا هي سكت. كانت وتضحك تضحك دون لو سونس باش ترد الممثل ولا الممثله في الدور تاعو. واللي كانت تحب بزاف سيد احمد القومي الله يطول له العمر ان شاء الله، كان وكان يطاكيها وتاني كي يقجم معها هكذايا. واش نقول لك فريمون هذوك الممثلين هذوك جوزنا معهم وقت كاين في المدرسه يعني احنا خرجنا من المدرسه اللي هي مدرسة برج الكيفان. برج الكيفان. ولكن تعلمنا، ما نقول ما تعلمناش، يعني تعلمنا الحاجة اللي تعلمناها مع الممثلين هذوما كاملين كانوا لي كوميديين. يعني شفناهم كيفاش كانوا يلعبوا، فريمون سيت اون ايكول. نقول لك حاجة، أنا سافرت بزاف ومشيت شفت مسرحيات في أمريكا وشفت في فرنسا. سي با جو لو دي افيك توت موديستي، يعني سي با لي كوميديين تاعنا وحدهم صح اكسبسيونيل كسوا فام وام. نهضر تاع المسرح، نعم جو بريسيز بيان تاع المسرح الوطني، جو سو با ريجيوناليست قال تاع قسنطين ولا عنابه ولا نو نو المسرح ككل، مي نهضر المسرح الجزائري الوطني. يعني كانوا دي كوميديان اللي كانوا عندهم طاقة، كانوا يخدموا بحب. وعلى بالك المهنة تاع الممثل نقول على الفنان من الاخر شويه صعيبه، يعني في الخلاص الممثل لازم يلبس مليح، لازم نقولوا شويه ياكل مليح، والشهريه اللي ياخذها ماهيش هذه هي يعني فريمون ضعيفه بزاف. يلا. وكانت قناعه كانت قناعه اكيد. من الممثلين راح نروحوا الفنانه سنانة وزعتر، تقولي لنا انت وش كيما سمعتي على الفنانه القديره المرحومه كيفاش كانت علاقتها مع المخرجين اللي تعاملت معاهم؟ هي العلاقه نفس العلاقه مع زملائها ولا مع المخرجين؟ كيفاش كانت تخير الادوار تاعها؟ لا هي ما كانش عندها الاختيار كيما احنا كامل، واش لما يقترحوا عليها الدور ومع كيما قال لك المدخول شويه يعني ماهوش ما يفرحش بزاف، دونك تخدم نعم في المسرح ما تخيريش ما ايوغ ولا يعطوك دو تقدر ترفض في السينما باش تخير ما نخدمش ما يساعدنيش ولا المخرج ولا الممثل ولا هذيك ولا الدور ولا ولكن في المسرح يعني احنا كيما يقول لك خالصين بالشهريه، ما تقوليش يعطيك رول صغير كبير قبيح ماشي من الاخر تخدميه سيتو. هذا ما كانش عايله ومع عايله يعني كعايله يعني انت تدخلي الكوزينه انت نطفي هكذا كانوا كي شغل عايله وش يقول لك تخدمي سيتو. إذا هي شهادات مشاهدينا اليوم نعاودوا نذكروا، هو يوم تكريمي نتذكروا فيه رحيل الفنانة القديرة نورية قزدرلي. سمعنا شهادات الممثل شعاع رابح والممثلة نوال زعتر، نروحوا نشوفوا أيضا شهادات أخرى لبعض ممثلين اللي يشهدوا لها يشهدوا على عملها على عطائها، ونعاودوا نقول لكم يلا تفضلوا. أيقونة الفن، أيقونة الشاشة، لا دويان تاع الفنانين والفنانات، لا دويان تاع الفن الجزائري الأنيق، كم كانت أنيقة، كم كانت راقية، كم كانت نحبوها وتحبنا وحضرتنا يعني في المسألة كي كنا حنايا صغار هيداك، ودينا منها لو كوراج، دينا منها الصبر، دينا منها حب المهنة. دينا منها لو ريسبي تاع المهنه. واش نقولوا نعزيو نفوسنا ونعزيو عائلتها ونعزيو العائله الفنيه، ونقولوا الله يرحمها ويوسع عليها ويجعلها من اهل الجنه، وان شاء الله ما حسنا نقول انا لله وانا اليه راجعون. انا نقول ربي يرحمها ويوسع عليها، سيده نوريه كي يعني كل سيدات تاع المسرح
واش علمونا؟ علمونا احترام الفن، الثقافة، حبينا بهم المسرح، السينما. هذه هي كانت كما يقولوا عملاقة، يعني لعبت مع نشوفها في المسلسلات مع محمد حلمي، مع في الأفلام السينمائية، تشوفها في المسرح. كانت ممثلة يعني كاملة، كانت كاملة. أنا عرفتها يعني في الميدان، الله غالب ما لعبتش معها، بصح شفت كامل المسرحيات اللي لعبتهم، الأفلام. الزوج تاعها عمي قزدر اللي ربي يرحمه، هذاك كان أستاذ في المعهد الوطني الكونسيرفاتوار، دونك هو كنت نعرفه، يعني كنت نعرفه بزاف. مي نورية كامل الممثلين يعني الكبار كنت كي نشوفهم في الشاشة، هذا ليا الشرف. نقول الحمد لله، يعني ماتت على فرش الطاعة، ما تمرمدت، ما وقعدت دائما في عقلها. والآخر مسلسل اللي لعبت فيه لعبت مع بن سالم، كنا نتفرجوها كنا صغار، وتعلمنا منها بزاف حوايج. سي ان كوميديان ريسبكتابل، واش نقول، ربي يرحمها ويوسع عليها. التي بارمي لي غران دي غران، وان شاء الله نكونوا من المثل نتاعها، ان شاء الله نكون نتبعوا الطريق نتاعها هذا ما كان، وربي يرحمها ان شاء الله. والسيده نوريا رحمها الله يعني من اوائل نقدر نقول رائده من رواد المسرح الجزائري والتلفزيون والسينما، ولها يعني عده اعمال اللي ما نقدروش يعني نحسبوهم. كانت يعني ممثلة محبوبة كثير، وبالأخص معنا احنا كي كنا شباب، يعني كان عندها واحد التواضع اللي احنا يعني ما كناش نظنوا فيها. كيما كانت تحب بزاف بلادها، تحب بلادها، وحبت خدمتها، حبت سيتي نوتر ايبوك. كلثوم، وهيبة، عويشة، علال، كامل لي زونسيان. Mais la jeunesse, pour l'Inch'Allah, les jeunes ils vont réussir. Non, on a ouvert les portes, l'Inch'Allah, ils vont porter le flambeau. كانت هذه شهادات من الفنانة نرجس، الممثلة نرجس، الممثلة عايدة كشوت، وأيضا هي تبقى شهادات الفنانة المرحومة، رحلت لكن الأعمال ما زالت باقية وستبقين في الذاكرة. نوال زعتر، نعم. الفنانة نورية قزدرلي، نعم. هي إنسانة قبل ما تكون أكيد. فنانة، حتى تكلمينا على الجانب الإنساني تاعها. هي شكون اللي صنع الفنانة؟ هي الإنسانة أكيد، يعني لو لا سلوكها والشهادات اللي يتشهد لها كل الناس والزملاء على طيبة قلبها وعلى ذكائها وعلى احترامها للناس ولنفسها، يعني ما تكونش نورية، تكون حاجة أخرى. صح. إلا نورية أكيد. إذن احنا ندعو لها بالرحمة وربي يرحمها، وإن شاء الله برك نعيشوا كما هي. والحمد لله، الحمد لله عاشت كما قالت لك على فرش الطاعة، هذه فوزية اللي تكلمت عليها. صح. الأخيرة بنتها، يعني تبارك الله، يعني وقفت مع امها. نعم، تعزينا العائله واقفه قديره نوريا. نعم، هذيك بنتها، يعني اللي ربي يحبه. وهذا هو دور البنت. اكيد اكيد اكيد. ان شاء الله يا ربي، احنا ندعو لها ان شاء الله ربي يجعل متواها الجنه ان شاء الله. امين يا رب العالمين. كما كانت عاليه في الحياه تكون عاليه عند ربي ان شاء الله. اكيد، وحنا رانا نذكروها من هذا المنبر. وهذا هو هدفنا. وايضا ممثلنا لشعة رابح يضيف لنا ويتكلم لنا ايضا على الجانب الانساني تاعها. شنو نقول دوك؟ انا نقول الله يرحمها، الله يوسع عليها. انك تعاملت معها مباشره. كي تعرف واحد كيما هي ولا كيما تاع عشره كبيره هكذايا، يعني شويه صعيبه باش بنادم ينساهم. باش نقول لك حاجه، باش ننساهم ما نساهمش، خاطش
كما يقولوا تختيسي لي مختار ما يموتش، يعني ما يموتش برمزيه ماشي هو يروح خلاص، ولكن الممثل ولا الفنان الفنان اي فنان يعني ما نقولوا مات الله يرحمه الله يوسع عليه، ولكن الفنان اللي توجو بريزون افيك نو يعني حاضر معنا اي وقت اي الاخر. وهي كانت ممثله اللي كان الجمهور الجزائري كان يحبها بزاف، يعني الفنان لا غيشاس تاع الفنان ماشي الدراهم. صح، حب الجمهور. حب الجمهور. نقول لك انا بعد كي نشوف المسرحيه ولا مغني ولا اي حاجه نهضر شوت على المسرح، المسرح كي نشوف الجمهور يصفق وواقف هذيك هي لا غيشاس، هذوك هو الدراهم خير من الشهريه، باسكو الدراهم يروحوا ولكن هذاك الشيء يقعد. حب الجمهور يعني كي تشوفي دوك نقول لك كي تشوفي نخرجوا للزنقه مانيش غير انا، كاع الممثلين والممثلات يخرجوا للزنقه يقولوا اسمع ما راناش نشوفوكم، ما راناش كذا، ما راناش كذا، يعني توحشناكم، ماذا بينا نشوفوا الحاجه ديالنا كذا. وليك خاص كل جزائري ما يشوف مسرحيه ولا في التلفزيون ولا الاخر يشوف روحه في هذاك الدور اللي يلعبوا الاخر. اكيد يا للاسف يا للاسف، يعني الفن ولا اللور بزاف بزاف بزاف. يا للاسف سي دوماج. يعني باش نقول لك بكل صراحه الصوره نتاع البلاد اي بلاد في العالم هو الفنان. أكيد. الفنان هو اللي يعطي قيمة لبلاده، هو الصورة تاع بلاده، هو المرايا تاع بلاده. هو اللي الآخر. ولكن الفنان في الجزائر يا للأسف يا للأسف دوماج دوماج. يعني نجمو نقولوا ميم با نغو تشوكوغ، باسكو نغو تشوكوغ كي الطونوبيل تكريفي نبدلوها، مي يعني نجمو نقولوا روت شكور ما هذيك روت شكور ما كاين فيها. لكن الفنانه القديره المرحومه نوريه كانت تشع شباب وتشع الفنانين الممثلين شباب وتقول لهم ما كاش حاجه مستحيله واللي يحب حاجه يلحق لها، كان دائما هذا هو مبداها. تقول لهم تقول لهم تحب الاخر لازم تشوف، لازم لازم تشوف الممثلين كيفاش يهضر كيفاش يقعد كيفاش يهضر كيفاش يواسي، ما تزعفش على واحد كيقول لك ما ديرش هذه ولا هذه، اسمع اسمع وشوف اسمع وشوف ما لازمش تتقلق. إيه هما باسكو ترباو في هذيك السيره تاع هذاك تاع القدر. صح. كانوا هذاك الوقت يعني فريمون كان قدر كبير. ما كانش يعني علاش كان القدر نجمو نقولوا كانت عائله. لا وماشي نفس العصر يعني ماشي نفس العصر، هما احنا كنا عايشين وقت وهذا الوقت وقت السرعه وقت التكنولوجيا، احنا كنا نطيبوا طيابنا على الفخار فوق فوق الجمار ونصبروا له، سورتو لا جينيراسيون كي افون موا قبلي كانوا. اسكو يا هل ترى في الوقت الحالي الجينيراسيون هذو يصبروا على طنجرتهم فوق الجمر ميكرووند الانترنت، سي عصر السرعه واش تحبي بصح يضيعوا. انا ضن سمح لي الاشعار يضيعوا من الجانب الانساني. اتونسيون ماهوش نفس الجو، حنا بكري كيما قلت هذاك الجو وين راه الجو هذاك كيما راه يتكلم عليه الجو وين كانت حاضره كل المرحومات ورديه نوريه عويشات ياسمينه وكان نشاط ثقافي كبير وين راه هذاك النشاط، علاه ركود هذا ركود يخوف صدقيني انا نخاف. كيفاه كان نشاط ومسرحيات وافلام وكما تكلمنا في الحصه اللي فاتت قال لك وعلاش ما راناش نصدروا المنتوج، كيفاه في 78 صدرنا زينه وتعرض في كل البلدان العربيه وفي 2020 رانا نتساءلوا على ما نصدروش. شوف رجعنا ماشي للوراء. لو سمحتيني بغيت نقول لك حاجه. كان لو فيستيفال تاع موناستير في تونس. نعم. هو اللي كان ميديتيرانيا. وشاك فوا الجيري تروح تدي لو بري. بورقيبه الله يرحمه الله يرحمه نحى لو بري على جلال الجيري.
ما كاش شاك فوا سي لي زالجيريان اللي يديو لي بخي. علاش عا فكرتني في حاجه خليني نقولها قبل ما ننسى على تونس يعني صح انا حنايا في القلعه اللي عملناه مع محمد الشويخ ادى اكثر من 11 جائزه اولى في كل البلدان. كي وصلنا المهرجان تاع قرطاج قال لك احنا هذا الفيلم مادام ما خد جوائز كثيره نخرجوه اور كومبيتيسيون. زعف شويخ وزعف وكاع خرجنا. ويا ريت لو نتكلم عن الجوائز اللي تحصلت عليهم الفنانه القديره المرحومه نوريا قصدر لي. ما 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 كاش الجوائز ما 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 وصلتش ما كانتش ما وصلتش الوقت اللي وصلتش باش تاخذها لكنها توجت من خلال اعمال قديره خلاتهم في ارشيف تلفزيون الجزائري واعمال ما زالها راسها يعني في الذاكره. يعني نقول لك حاجه اللي خضت الجمهور تاعها يكفي. عندنا 43 مليون جزائري هذاك هو الجائزه تاعها هي اكبر جائزه لك هي. أكيد. احنا في الوقت اللي كان الانتاج ما كانوش جوائز ودوكي كانوا كاين جوائز الانتاج قل. يعني شوف الاشياء ما تمشيش مع بعضها. ما تمشيش مع بعض. وش رايكم ضيوفي ومشاهدينا الكرام نروحوا نشوفوا ونتذكروا بعض انتاجاتها وبعض اعمالها اعمال الفنانه القديره المرحومه نوريا قصدرلي. يلا تفضلوا مشاهدينا. واحدة ممن تبقوا من الزمن الجميل، زهرة المسرح كما عرفت، وعنيدة الممثلات الجزائرية. هذا الشيء كامل على شوية الملح حرمتيني منه. صار حبيتي لي ما صحة دوك نجيب لك بصح تشربي قدامي. وشنو؟ لا لا يوصلكي اللي انت تكريني رمضان. امرأة مسكينة دائما هي اللي تحمل كل شيء. نورية قصدرلي أو خديجة بن عيدة المولودة بتيارت في 1921 امرأة مسرح وممثلة جزائرية قدمت أدوارا كبيرة وصغيرة وتقمصت كل الشخصيات وفي الغالب عرفت بربة البيت الجزائرية البسيطة والتقليدية من خلال خبرة أكثر من 60 سنة ما بين السينما التلفزيون والمسرح. لا الضبيع متاعك حتى تحصل فوق المقعد الشافي شويك. البداية كانت صدفة سنة 1945 بتعويضها لممثلة غابت عن المسرح في إحدى جولات زوجها مصطفى قصدرلي بقسنطينة والذي رفض انضمامها للفن أولا ثم دعمها بسبب موهبتها التي استغلها أكثر مصطفى بديع باقتراحها أولا لدور امرأة بدوية في أحد أعمال محي الدين بشترزي. ردوا بالكم اتغيصوا في الافراح. صباح الخير يا سيدي. نعم اعدت نورية مختلف الادوار مع شخصيات شعبية وعالمية في المسرح والسينما الجزائرية كرويشد الحاج عبد الرحمن ويحيى بن مبروك وغيرهم وتعاملت مع اغلب المخرجين اللامعين كبن عمر بختي موسى حداد الحاج رحيم ومصطفى بديع والذي كان معه أول أعمالها السينمائية الليل يخاف من الشمس في 1964 لتكون بعدها مسيرة كبيرة بأكثر من 200 مسرحية 160 مسلسل تلفزيوني وخمسة أفلام طويلة تخللتها أعمال خالدة كخذ معطاك الله في 1981 تيتوني بالعقل قرع ها الاخبار يجيبوه التوالا سمعتي يسود حلايسك ما يسود حلايسك انتيا ومغامرات حنيفة علاش علاش سويتي لي سيارة علاش دار برناردا في 1994 طولوا في لساناتكم في الشيء اللي شفتوه وفيلم الكذاب وأولاد القصبة وغيرها
أما آخر ظهور فعلي لها فكان في مسلسل المصير لجمال فزاز. حبيتي تاكلي راس وليدتكم يزيدي راسي أنايا الخطيبة غير كيما لحقت من البلاد يلزمنا نعقد في الحين. أنا نقعد مع سيدي الونس. تبقى نورية واحدة ممن أضاءوا الثقافة الجزائرية بأعمالهم الرائعة والتي قدمتها ودخلت من خلالها بيوت العائلات وقلوب الجزائريين، وبذلك منحت الجزائر إرثا فنيا غنيا بأعمالها القيمة الخالدة، والجزائر بدورها منحتها جمهورا عاشقا لإطلالتها. لازم تفكر القرح وتفكر الفرح، فرحنا وقرحنا وجوزنا، جوزنا بزاف في هذا الفن، عندنا ما جوزنا. هذا ما عندي نحكي لك يا وليدي، وإن شاء الله ربي يجيبنا ليا مزيان. كانت هذه هذا بورتري لزميلتنا بيمضاء، زميلتنا أسماء الوناس، لخص فيها بعض من أعمالها ورسالتها الأخيرة اللي قالتها. قالت احنا خلينا هذا الفن اللي خير سلف لخير خالف للخلف اللي جاي. هي أمنيتها أن الفنانين والممثلين الجزائريين الشباب يعودوا يشعلوا الفن الجزائري وبأعمال إن شاء الله تكون ناجحة في المستقبل. ما رأيك ممثلنا؟ أقول لك حاجة، كل الفنانين إيجابيين من نبرك على الكوميديان اللي راهم ذكروا لي كوميديان. إذا ما كاش إنتاج في المسرح وما كاش إنتاج في التلفزيون وما كاش إنتاج في السينما، ما ينجبش دوك الكوميديان ولا الكوميديان اللي يخدم كل ست سنين عشر سنين باش يخدم الدور. كيفاش تحوسي ينجم يعني إذا كان ما دارش مسرح ما خرجش من الآخر كيفاش مام يكون؟ نقول لك يعني أنا ككوميديان من وقت كي تقعدي عام عامين ثلاثة بتنجم ما تخدميش تطلعي المسرح ما تعرفيش تمشي في المسرح. خاطر المسرح فيه يعني دراسة كيفاش تمشي في المسرح، كيفاش تتكلمي، كيفاش آخر. إذا كان كوميديا ما يخدمش كل ربع سنين سيزون أبخي باش يواسم تيفية طلع تكون أعمال نحن يعني هنا من هذا المنبر يعني حاجة اللي نحن إيجابيين ما فهمتهاش يعني ما السلطة يعني كاين اللي كاتبين يكتبوا كاين ممثلين كان مخرجين ولو كان يديروا الجزائريين ديري له فيلم امريكا فيلم فرنسي فيلم ايطاليا ولا الاخر وديروا له فيلم جزائري ما يمشي الاخر ماذا به يشوف فيلم جزائري باسكو يشوف روحه للداخل هذاك الشاشه هذيك ولا في المسرحيه. الا ما كان ممثل ما يخدمش ما ينجمش كيفاش تحوسي يتقدم ممثلنا للشعراء بحق. خلينا نلقاو في التكريم لفنانتنا القديره المرحومه نوريا قصدرلي. تكلمت على اخر اعمالها في مسلسل سامحني. المسلسل بون الاخر اللي خدمت هي مع نجمو بون ما خدمتش خاطش راح لها الدار سيد علي حبي يشرف لها يشرفها. وهذا كان اخر اعمالها. اخر اعمالها مع سيد علي بن سالم اللي نجمو نقولوا دارها في هذيك المسلسل تاعو باش يشرفها باسكو خدمت في دارها. يعني راح هو راح لها تماك للدار وخدمت وما كانتش وباش خدمت هي كانت حابه في شويه فوزيه بنتها تقول لها ما تخليوها تعي ما تتعبوهاش خليها ولكن كمان يعني في مدت مام كانت عيانه خدمت. واش رايك ناوي نعاودوا نتذكروا هذاك المسلسل مع المشاهد الكريم في بعض اللقطات ونعاودوا نولوه. يلا مشاهدينا We'll be right back.
جراح ويا عيون مليانة دموع يا قلب مليانة جراح ويا عيون مليانة دموع يا حزن بسرار وباح في قلب صابر موجوع يا حزن بسرار وباح في قلب صابر موجوع يا قلب مليانة جراح ويا عيون مليانة دموع يا قلب مليانة جراح ويا عيون مليانة دموع يا حزن بسرار وباح في قلب صابر موجوع يا حزن بسرار وباح في قلب صابر موجوع في قلب صابر موجوع الليل لازم نصبح والغربة نهايتها رجوع الليل لازم نصبح والغربة نهايتها رجوع يا دنيا يكفينا نواح يا دنيا يكفينا دموع يا دنيا يكفينا نواح يا دنيا يكفينا دموع الليل لازم نصبح والغربة نهايتها رجوع الليل لازم نصبح والغربة نهايتها رجوع يا دنيا يكفينا نواح يا دنيا يكفينا دموع يا دنيا يكفينا نواح يا دنيا يكفينا نصبح والغربة نهايتها رجوع الليل لازم نصبح والغربة نهايتها رجوع يا دنيا يكفينا نواح يا دنيا يكفينا دموع يا دنيا يكفينا نواح يا دنيا يكفينا دموع يا دنيا لحظة سماح تعوض العمر اللي يضيع يا دنيا لحظة سماح تعوض العمر اللي يضيع تعوض العمر اللي يضيع كانت العودة إليك من أعزي المنى ولكن خطوات الموت كانت أسرع لتختارك إلى جوار صديقين والأوفياء نعم رحلتي وكانت نموذج المرأة الجزائرية الأصيلة واحدة من حرائر الجزائر هذا الوطن الحبيب اللي برزت من خلاله فألف سلام ورحمة على روحك المرحومة القديرة الفنانة نورية قصدرلي معنا الممثل لشعر رابح يقولنا الكلمة الختامية تاعه فيما يخص هذه الكلمة كلمة فيما يخص هذا أنت من خلالك تعزي كل الفنانين الجزائريين اللي راهم يشوفوا الساحة الفنية اللي راهي أكيد في حزن لإطار هذا الفقدان وهذا المصاب الجبلي اسمحي لي هضرنا على نورية وما هضرناش على ممثل اللي هو بشير بن محمد نتاع قسنطينة الله يرحمه الله يوسع عليه يعني انا ما عرفتوش كممثل عرفته نقول لك لقيته في المسرح لقيته في قسنطينة باش خدمت معه ولا قصرت معه ولا ما نعرفوش ثاني كندعو له بالرحمه الله يرحمه كان ممثل ثاني صغير مات في بلعباس واقيلا كريس كاردياك ولا ما نعرفوش ثاني قريت عليه هكذا ثاني ويروحوا هذو الناس منسيين يعني يا للاسف ونقول لنوريا الله يرحمها ان شاء الله ما يكونوش منسيين وانا نقول لك من إن شاء الله. باسمي وباسم التلفزيون الجزائري وباسم هذا البرنامج اللي يفتح ابوابه لكل الفنانين اللي عندهم مكانه اكيد في قلوب الجزائريين هي الحقيقه محب كما قلتها قبيله محبه الحاجه الغاليه اللي يربحها الفنان هو حب الجمهور اللي يتذكروا وان شاء الله يتذكروها جمهورها اللي يحبوها وتذكروها بالرحمه ان شاء الله يا رب نقول الله يرحمها الله يوسع عليها نجم نقول كلمة أخيرة يلزم الوزارة الثقافة تعطي قيمة للفنان نعم. كي نقول الفنان ماشي الممثل أي فنان نعم. لازم يعني لازم تكون حاجة إلا ما يعطوش قدرة للفنان ما يكونش إنتاج شكرا ونقول الله يرحم الله يوسع عليها ولو سمحيني نقول كلمة برك ماذا بينقول
الطاهر الأميري اللي هو وليك يبارك ويشوف فينا إن شاء الله ربي يطول في العمر. حد اسماعيل في قسنطينه اللي ثاني كان فيه تعبان كيف كيف. سيد احمد داقومي الثاني كنقول له الله يطوله في العمر ان شاء الله يا رب. وما ننساش واسمها وهبه زكال اللي نجمو نقولوا ثاني كان شويه تعبانه داوليك. وهبه تحياتنا لك لكل الممثلين الجزائريين يعني وتحياتنا لك. سعيده جدا بلقائي معك في هذا البرنامج، واليوم من خلالك كرمنا المرحومه القديره نورية قصدرلي، واليوم ايضا مشاهدينا خصنا هذا العدد باش نكرموا ايضا المرحوم بشير بن محمد. يلا نشوفوا بعض اللقطات ونعاودوا نوليو لكم. يا جماعة أعطونا شوية سكات، المدير راح يتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الوقت باش نقيموا فيه أعمالنا، ومن خلال هذا التقييم راح تبرز نخبة من العمال اللي هزين هاد الشركة على كتافهم. والحمد لله اليوم راهم في بزاف، وعني بذلك العمال اللي ما يخلقوا حتى مشاكل. حتى مشاكل عمال ما تشوفهمش خلاص، عمرك ما تسمع لهم حاجة، عمال ما تصوحاش بهم خلاص، كأنهم ما همش موجودين في هذه المؤسسة. صح ما هوش موجود، تقدر تقولها. أنا اللي نحب قبل كل شيء هو الهدوء. الهدوء طبعا كاينين بعض العمال والحمد لله راهم قلال اللي يخلقوا لنا في بعض المشاكل، وهاد العمال ما لازمش نذكرهم اليوم لكن ما يقلقوش روحهم، راهم ما يقدروش ياثروا على السير الحسن للمؤسسه. وحنا اليوم وفي هذه اللحظه بالذات باش نكافيو احسن عمال لهذه المؤسسه وعلى راسهم سي فيصل. فيصل نعس. مبروك نشكرك صحيح. مبروك عليك فيصل. نشكرك سي بشير. تفضل بارك الله فيك. نشكركم ونشكر جميع من شكرني على الشكر هذا اللي شكرتوني به، ونشكر سي المدير على الشكر كذلك اللي شكرني به، على خاطر انا عمري ما ندير حاجه، عمري ما نجيب مشكل، ما ندير والو، على خاطر انا فاهم كل شيء، وهي النتيجة. شكرا. سي المدير هذه ترقية هذه. يا جماعة نخبركم باللي المدير نتاعنا استدعي إلى مهام أخرى. قلت لكم باللي راه رايح؟ بابا 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 ورحل عنا الفنان القدير محمد بن بشير، هذا الفنان اللي أعطى اسم فني تعزينا لكل الأسرة الفنية لعائلته بقسنطينة. يحضر معي الممثل حسن بن زراري لتكلم على هذه الشخصية الفنية اللي فقدتها الساحة الفنية. مساء الخير، مرحبا بك في برنامج عشية الصيف. مساء الخير تعزينا الخالصة. مساء الخير وشكرا على الدعوة. شكرا على واجب. الاسم هو بن محمد. نعم. بشير الله يرحمه.
بن محمد بشير. نعم. بن محمد بشير كي تقولي حاجه اللي راح تخص من قسنطينه، شغل الريشه اللي راح تطيح وطاحت من قسنطينه. بشير كان اب لنا. نعم. بشير هو اللي هو اللي درنا التكوين. نعم. هو اللي دخلنا في المسرح الهوات. هو انسان اللي كان يخدم في مستشفى قسنطينه. نعم. ومن بعد الاعمال نتاعو العمل نتاعو يخرج ويجي يدير لنا تدريبات في فرقة الأمل المسرحي اللي كان يرأسها بن الشيخ الحسين بن الشيخ الفقون. الله يرحمه سي الحسن بن الشيخ الفقون، كان هو الأسيستان تاعو، وكنا نتدربوا في دار سي بن الشيخ الفقون. كنا نهابوا منه. كان أكثر من أكثر من شيخ تاع 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 قسم لا ديسيبلين، احترام. نعم الاحترام. وكنا احنا صغار كنا شويه نشوشو، كانوا بلا بلاصه كيما المعلم فوق راسكم. اكثر من معلم كنا نهابوا منه كثير كثير كثير. عمي بشير، ومن بعد تكوننا معاه في هذيك الفرقه وخدمنا اعمال، وكان حتى واحد الوقت من كان محيدين بشتارزي الله يرحمه. الله يرحمه. جاء شاف هذه الفرقة اللي كنا نطلعوا في مسرحية للسلطان الحير لتوفيق الحكيم. وجاء باش يشوف التدريبات، وكان بشير واقف قدامه وينعت له في لي با تاع لا ميزانسان ولي با، فوالا هذوك التذكيرات تذكروا مع بشير. ومن بعد بشير مشى معنا مع المخرج المحترم حزورلي في بعض أعمال فكاهية. نعم. كان ساعة قبل ما يدير عصابة أوتار كان في فرقة يعيطوا لها البهليل اللي دارت وقتها في قسنطينة. نعم. مع المرحوم عبد الرحمن السقني اللي كنا نشوفوه دركا. ومن بعد دخلنا مع حزورلي في اعمال في اكثر من 20 سنه وحنا نعملوا مع بعض، وكان لينا دائما اب وكنا نسمعوا له، وكان يطلب منا باش نخدموا معاه ونتعاونوا في التمثيل ونتعاونوا في هذيك الاعمال تاع عصابة أوتار. وخدمنا كثير كثير ثاني من سيت كوم من التليفيلم اللي كان اول اللي راهو في البلاطو هو انسان ديسيبلين جدي في العمل عنده في دماغه. ما كانش في كل سكنت، وكان محترم من عند المخرجين الكل. انسان كان عصبي في المعيشه تاعو نورمال لكن ربما المشاهد الكريم اللي يشوف فينا من خلال التلفزيون عرفوا بخفه الروح. كان هو اللي من خلاله الابتسامة تربينا على ابتسامته المحهودة. نعم نعم نعم. وكان كما كان يهضر قبيل سي ربح، ما كانش يمثل، ما كانش يلعب. سي بشير الله يرحمه سي كان يعيش الدور. نعم. هو كما راهو وراهو الناتور اللي ما كنا نحب نديره كما هو، نقعدوا له كان قدوه ليكم. نعم. ولهذا اللي عصابة أوتار مشات مليح، ومشينا بيان سور بلي ديريكتيف تاع المخرج حزورلي، ولكن نشوفوا بشير كيف يخدم ونشوفوا مشينا في هذيك الطريقه. انسان نقدروا نقولوا فنان عنده موهبه. نعم. موهبه. الله يرحمه. نعم. ربي يرحمه ويسع عليه. وربما ايضا فنانتنا نوال زعتر وهي حاضره معنا عندها اعمال شاركت هذا الفنان المرحوم اللي تقدر تتكلم عليها. اكيد كان تكلم زميلي حسن بزراري على الاعمال اللي عملوها قبلي.
مع هما سبقوني في المهنة. وكان مع بشير عميل بشير الله يرحمه، وحسن بالزراري وعلا وزرماني، والقائمة طويلة. ما خديجها شكون في قسنطينة بتشفيش عليها؟ ما خديجها الله يرحمها تاني. آه خدمت معها هنا في عصب وبطر. إيه إيه اللي دير الملاية، اللي دير الملاية خدمتي بنتها. وي وي حلقة إنسيري برك مرة إنسيري إنسيري. المهم أنا كي التحقت الله يرحمها، أنا كي التحقت بكم صبت عميل بشير، وانتوما اول عمل عملته مع وردية طلعت للقسنطينة. وردية لعبت زوجته، زوجت بشير، زوجة بشير عميل بشير تاع وردية الله يرحمها تاع الترموس. انا وياك اول مرة عبز يصير عبز يا حسرة يا حسرة يا ذكريات. واش نقول هذا هو الزمن الجميل كما تفكروه نضحكوا. اكيد انا كي وصلت ما صبت المجموعة كبيرة الله يبارك، وانا جديدة وصغيرة وكذا ومتخوفة. انت موهوبة. ايه كنت موهوبة، بديتي بالموهبة. نوال انت من خلال تعاملك معاه تقدري تحكي لنا وش كيفاش الموهبة تاعو تاع التمثيل، كيفاش كانت، كيفاش كان يلعب؟ أنا هو يفكرني في السينيها تاع الراديو، نفس الكاركتر منضبطين، هما الأولين في البلاطو، هما اللي كاش مشكلة، لا ما كاش ما كاش، يسقموا الحالة يعني موجودين من أجل العمل. نعم هما الهدف تاعهم العمل. ابسوليمون هكذا كان عميل بشير، هكذا كان، هكذا كان. كان يحب العمل تاعو وما يرضاش لاي انسان يعرقل العمل. نعم. تصيبي هو من يتقدم ويدخل روحه قبل المخرج وقبل التقنيين. خلاص يقول لهم سي بون، ما كان والو ما كان والو. انسان كي هو كي نوريا، هادو القامات هادو. ابسوليمون كيما نوريا نقدر نقول ممثلنا حسن بزراري، ممثلتنا نوال زعتر، معنا اتصال نستقبلوه مع بعض من عند الفنان القدير حكيم ذكار. الو مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير، شكرا. تعزينا الخالصة ممثلنا حكيم ذكار اترى هذه الوفاة، ربي يرحمه ان شاء الله. شكون؟ ربي يرحمه. حكيم ذكار. لا نعم هي شهادة من عنده. صح. شكون اللي توفى؟ لا هو حكيم ذكار راه يكلم في المساء في التليفون على بالي. يدير يلا تقبل. أولا قبل كل شيء تحية خالصة للقامات اللي عندك في البلاطو القدير والكبير حسن بن زراري. شكرا. ألف تحية له. شكرا. والقديرة الجميلة نوال زعتر ألف تحية لها. شكرا. لما اظن انهم سبقوني في هذا الفن، وسبقوني حتى في التعامل مع عمي بشير بن محمد وحسان، اكثر يعني كان يعرفوا سنوات كثيره، وحتى القديره نوال زعتر اشتغلت معاه في اكثر من عمل في عصابه وطار. وانا كنت صغير، كنت نشاهده وانا صغير، وبعدين وليت وقفت معاه في التلفزيون، وقفت معاهم كلهم لأنه هذا شرف لي أنا. وقفت مع عمي بشير في أول مسلسل تاعي أنا في الكلا، كانت سيدي راشد، كان حسن بن زراري كان فيها تاني، وتوالت الأعمال حتى في سلسلة جحا خدم معنا عمي بشير. عمي بشير من 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 النبرة نتاع صوته هو مميز، يعني النبرة تاعو تعرفيه باللي هذا عمي بشير. طريقة النطق نتاعو، طريقة العفوية اللي كان يلعب بها، كان يمد روح خفيفة، وروح نتاع الأب هذاك في البلاطو. نظن أنه حتى من سلسلة عصابة وطار اللي برز فيها كثير مع حتى بن زراري على وزرماني وفتح السلطان ونوال زعتر وكل شبنا، أعطاه للكوميديا الجزائرية، أعطاه لها شيء جديد مميز ومختلف عن كل اللي شفناه بالعفوية، اللي كانت تعتمد على أداء الممثل ونتم انفجرت كل الطاقات نتاعهم. عميل بشير كان واحد منهم، اشتغلت معه أنا في كثير من عمل، اشتغلت معه في جحا، اشتغلت يعني عمي بشير في أفلام سينمائية، دائما بهذيك الروح الخفيفة نتاعو، دائما بالأبوة نتاعو، اللي يشوفه كيقول بلي كيما الأدوار نتاعو يتمرمز، ولكن هو طيب كثير.
ما راح نقول إلا ألف رحمة عليه، طيب الله ثراه. وكما ودرنا البارح القديرة والكبيرة نورية، اليوم ودرنا ثاني بشير بن محمد، وطوالة العمر لكل القامات نتاعنا، ربي يعطيهم الصحة وربي يعطيهم العافية نتاعهم، ونحتاجوهم مازلنا نحتاجوهم ثاني في كل الأعمال، لأنهم هما اللي نتعلموا منهم ولأنهم هما الأعمدة نتاعنا. شكرا لك حكيم ذكر، كنت معنا عبر الهاتف من برنامج عشية صيف. هي شهادات قيمة قدمها الفنان القدير حكيم ذكر، ربما عندك إضافات. نشكر زميلنا حكيم ذكر على حكيم تأثر بزاف أكيد نوالي. أكيد ولكن البركة في اللي بقاو كما حكيم ذكر تاني ممثل من الطراز الأول، يعني يشرف الجزائر وإنسان يحب العمل تاعو. يعني إذا كان راح بشير كاين، بشير كاين الحمد لله، راهو من وراها خلى جيل ليخلفه إن شاء الله. إذا نشكروه وربي يطول في عمره، ورانا فرحانين كي يتجاوز هذيك المحنة، لأنه إن شاء الله يبقى بيناتنا والصحة كل الصحة أكيد. خلينا نتكلموا على الجانب الإنساني تاع فنان القدير المرحوم بشير بن محمد. هو كنا نشوفه من خلال الأدوار تاعه كان يبنى بسيط، يبنى متواضع، هل هي حقيقته؟ لا، حقيقة هذه من بشير حقيقة تاعه إنسان تلقائي بسيط، كان عامل في المستشفى، أب عائلة وعنده هذيك الحب للمسرح والتمثيل، كان زارعه فيه يدير معنا وقت كبير. خلاص كنا في التمرين نتمرنوا ساعات حتى ال 12 واحدة تاع الصباح، ما يقلقش ماذا بيه يوصل النتيجة، ويقولنا النتيجة عنده هو الفرقة كما فرقة الأمال المسرحي، وإلى الفرقة تاع الأعصاب وأوتار، وإلى العمل اللي كان لي شرف باش جبته في نسم الحسيتي برشيد وكمال كربوز الله يرحمهم. كان في فرحة كبيرة كبيرة كي خرج من قسنطينة. مش رايك المكالمات تتهاطل علينا إثر هذه الوفاة باش يقدموا شهادات فيما يخص وفاة الفنان القدير بشير بن محمد؟ عندنا اتصال من عند الفنان القدير عنتر هلال معروف بعيسى ستوري. ألو مساء الخير. ألو السلام عليكم. مساء الخير عيسى ستوري. هلال عنتر، أهلا. اهلا نوال. اهلا نوال، واش راكي حسن؟ واش راكم؟ عيدكم مبارك. وكل عام وانتم بخير. من عينتي ومن عينكم انتم، لان كما يقولوا فقدنا يعني فنانين كبار، نقول من محمد بشير نورية الله يرحمها الى اخره. نقول يعني نبدا بدءا ببدء، نقول نتكلم على نورية لاننا كنت تعاملت معها منذ 88، عملت معها يعني مسلسل الطاعون. على كل حال نقول يعني امراه يعني كبيره، يعني كبيره كي نقول كبيره مش بالمفهوم الكبر، ولكن كبيره في العقليه، كبيره في العقاله، في التربيه، في الاخلاق، في كل شيء. يعني ام حنونه كما ابن محمد الثاني هي بشير، نقول اب اخ يعني حنون بشوش، يفرح بالناس الكل علاش عليك. حتى العمل معاه يعني عمل كيما يقولوا جيد، لان حسن راهو ثم يعني على باله نوال ثاني خدمت معانا على بال عبد بن محمد يقدروا يتكلموا عليه ثاني كيما يقولوا. نقول بن محمد يعني فقدته الساحه لان المرض ما خلاش مثلا يكمل العمل الفني نتاعو، لان العطاء ما مديناش الانسان يعني كل ما يملك من طاقه من خبره الى ولو نقول مد القليل بصح لا سي ماركي سون طون، كيما نوريه الله يرحمها 70 سنه كيما يقولوا في الميدان، لا سي اوسي ماركي سون طون، سي زاتيس اون ماركي سون طون.
على كل حال انا بالمناسبه قلت كيف نعين نعي كل الفنانين. نذكر على سبيل المثال ثاني يعني باش نقول الله يرحم كل من فقدناه يعني من سلك الثقافة ولا الفنانين سلك الفنانين من موسى لاكروت اللي فقدناه يعني في هذه الجامعة ممثل مسرحي. فقدنا ثاني يعني عم سي عمار علالوش حباتي عبد الحميد يعني قائمة طويلة طويلة جدا يعني يعطيك الصحة يعني حتى في الساحة الفنية للفنة في العاصمة فقدنا ممثلين فقدنا سينوغرافيين موسيقى يعني شكرا لك للموسيقى إلى آخره. نعم شكرا لك فنان عنتر هلال، كنت قدمت لنا شهادة فيما يخص إثر وفاة الفنان القدير بشير بن محمد، هي إضافات ربما تضيف للفنان وتعطيه قدره، لكن من خلال دائما يبقى الفنان يرحل الفنان وتبقى الأعمال. وش رايك حين تفكروا واحدة من أعماله كحلة وبيضة وبروزه في هذاك الدور اللي برز فيه وعرفناه من خلاله الجمهور ولا يعيط له عمي بشير الماركة، احكي لنا على هاد التجربة تاعه. والله في هذيك الحلقة تاع كحلة وبيضة ما كنتش حاضر معه، ما كنتش في هذيك الأعمال، ولكن كي نشوفها ونعاود نشوفها نشوف بشير اللي عنده العمر تاع الشاب الصغير اللي يحب الكرة ومن ستان سيبورتر من أروع ما يكون كيف إلى إيبوزي لرول هذاك مي كلك شوز دنكرويابل دنكرويابل بشير إلى هذا. بصح سامحيني حبيت نضيف حاجة على نضيف هذوك على خاطر خايف ننساها خايف ننساها ما الألبومين نضيف بشير نقدر نقول لك اللي برسك يونيك في الموند تاع لي زارتيست في الموند مميز اللي يونيك في ان كاركتر في واحد الفكرة اللي عنده إنسان كينا جامي دوموندي في التكريم ولا جا التكريم وإلا راح سجل روحه في لوفيس دي درو دوتور اللي عيطوا له لا ريجيون كونستانتين باش يوجد روحه وعنده حقوق عنده الحقوق مواجره عنده حقوق كبيره نعم ولكن عمره ما راح اسمه له. هذه ستان بوينت كرو كي فوسوليني سي تري تري امبورطون. بشير ربما كان حبه للجمهور يكفيه يكفيه نعم هو عطيه المسرح السينما ولا التلفزيون اي هذيك هي لافين تاعو والشيء اللي جابو ربي عايش به صح سيتي توت سا جوا توت سا جوا سي با لو بونوم هذاك اللي تلقاه يجري يروح ل توت افي نورمال لي كوميديان يروحوا يطلبوا على حقهم في لي دروا دوتور ولا لي تروا فوازان ولا يجريوا ولا جو بونوم كي اللي تلقاه اللي حضرت له انا في لي سينياتور دو كاشي وين خدمنا دائما مع بعض وين نسنيو لي كونترا مع بعض برسك ما يشوفش لاصوم ما تهموش يا بشير نقولوا يهموا العمل يا بشير نقولوا تخدم بطل ولا وش بيك هكذا بشير هذا هو سر نجاحه لا يا حسن لا الكونترا لنا هات الكونترا هاك يسني الكونترا ويبعثوا هكاك يا بشير وش بيك يا حسن يا خلاص الله يرحمه الله يرحمه مش عليه مش انا نتفكر اول عمل اللي خدمته معاه ومع حسن هاك شافي تاع عبز يسيل عبز يسيل فوالا فوالا حسن بن الزراري لعب زوجي وجيت رحت لقسنطين انا ووردية وردية لعب زوجها عمي بشير عمي بشير نعم الو كانوا زعما يغزلوا فيا باللي شرى لها ماشينه تغسل وحدها تتشنل وحدها وانا نقول لك تسمع وانا نغسل بيديا وتعصر وحدها هذا السي محمد اسمه محمد عمي بشير عمي بشير يعمل الورديه قولي لها قولي لها تعصر وحدها وتغسل وحدها انسان يعني خلق واحد الجو دو تاني دو بول كيما ورديه الجي وبشير كونستانتين اللي تلاقاو سون ريبيتيسيون وتلاقاو في فكره وانا تورني اون ا با روفي لي سان جيتو جيتو يبقى حاضر لي فوزت يقول لهم فوزت فورميدابل سي بون سا صارت لا شوفي هذيك لو كونتاكت هيومان الفنانين اللي هذا كما كنتوا تحكيوا قبيل مع هذا يكمل هذا اللي السحاب الاخر ولا الاخر اللي السحاب اساس مش تو سي اكسترا ولا صح كما يقولوا لو نتكلم ساعات وساعات
ماشي راح نكفيو حق هؤلاء الفنانين الكبار صح. اللي رحلوا رحلوا الامس. احنا متاسفين ونقدموا تعازينا لكل الاسره الفنيه وعائلتهم. الكلمه نعم. الختاميه لك السيد حسن زراري. انا اوسكي كونسير نوريا الله يرحمها بشير الله يرحمه سي دو سومي دو سوميتي لزوج لزوج او ميم نيفو بتاتر نوريا عاشت شويه اكثر منه بصح هو نيتي با فريمون تري لوان ما كانش بعيد كثير 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 صح صح اللي اسوناج اللي دوز حياته طول كل حياته مدها الفن نطلب الصبر للعائله تاعو امين امين والصبر للعائله الفنيه تاع قسنطينه والصبر لكيب الجزائر كامل والصبر لكيب اللي كانت كنا اليد في اليد اللي رحنا اللي كنتوا عائله وبداوا يروحوا رشيد الزغمي كمال كربوز احباطي بدات تروح نطلب 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 الصبر لينا الكل كيما رانا ونطلب ثاني ان شاء الله الرحمه الناس نطلب الناس تطلب له الرحمه امين يا رب العالمين و سي تان غرون مسيو كي ميريت بوكو 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 دو فوالا ميرسي شكرا شكرا فنانة حسن الزراري فنانتنا نوال زعتر كلمتك الختاميه واش نقول لك راكم خليتونا نعيشوا ذكريات اللي والافلام والنكت اللي كانت تصرى اثناء التصوير مع نوريا ومع عميل بشير نقول له عميل بشير واش نقول لك يعني والله العظيم غير اللسان يعجز عن الكلام يعني لما تفقدي هكذاك ناس هي الموت علينا حق على كل يعني ما كانش اللي ما يموتش ولكن هذه سنة الحياة بصح نتمناو يعني الممثلين ياخذوا حقهم في حياتهم اكيد ان شاء الله ان شاء الله هذا سي تانوتر دوس شكرا شكرا يا سعيدة باستضافتكم اليوم يعطيكم الصحة حضرتوا معايا في هذا البرنامج اللي كان خاص بتكريم واحياء وفاه المرحومه القديره نوريا قصدرلي والمرحوم القدير بشير بن محمد. كذلك قلوبنا مع سكان ميلا في مصابهم بحدود الزلزال الاخير. نتمنى ان يرفع الله عنا الضر والالم، قدر الله ما شاء فعل، ان شاء الله الخسائر الماديه تعوض باذن الله. نسال الله اللطف في قدره وربي يحميكم ويحمي كل الجزائر يا رب، دمتم سالمين غانمين معافين. نشكركم على المتابعه، الى اللقاء، لقائنا يتجدد ان شاء الله يوم الثلاثاء. ابقوا على خير، في امان الله.